طبعا اليوم راح نسوي عجينه مالبوره كلش سهله وسريعه وكلش طيبه. فبالبدايه عندي هنا كوب طحين، طحين متعدد الاستعمالات، طحين صفر، وعندي هنا خاشوقه مال كوب بيكنج باودر ونص خاشوقه مال اكل ملح. هسه شنو امزجهم كل زين عم يختلطون المكونات الجافه. هسه شنو ورا ما مزجتهم راح اضيف هنا كوب وربع مي. طبعا انتم كميه المي تقدرون تضيفوها بالتدريج خاف نوعيه الطحين يمكم تختلف، عادي تظلون تضيفون مي بالتدريج لحد ما توصلون للقوام المطلوب اللي بنهايه العجينه راح تشوفوه. وهسه نعجنها كل زين. هسه شنو ورا ما اجت العجينه وصارت بهذا الشكل، طبعا قاعد تشوفون مالتها القوام شلونه. هسه ورا ما نتركها ترتاح 10 دقائق الى ربع ساعه راح تصير كلش سموث. تمام، بينما ترتاح العجينة وصلنا هذا الطلب، خلنا نفتحها ونشوف شنو بداخله. طبعا قبل ما نفتحها شوفوا جمال الترتيب وشوفوا الطلب شلون يوصلكم بهذا الشكل كلش حلو ومرتب. تمام مثل ما قاعد تشوفون هذه العلب عبارة عن دونات بكل النكهات اللي تحبوها. هنا عندكم نكهات البستاشيو، نكهات اللوتس، نكهات النوتيلا، بالإضافة إلى الكراميل، كل النكهات راح تكون متوفرة بهذني البوكسين. اوكي طبعا بانواع مختلفه وباحجام مختلفه وباشكال مختلفه، مثلا اذا قاعد تشوفون هنا عباره عن كيكه، فطلب كلش حلو ومرتب وطعمه كلش طيب. ولاحظوا هذه الاشكال تقدرون تطلبوها على حسب الطلب انتم باي شكل تردوه، وراح تجيكم وتجيكم يا اما محشيه يا اما بهذا الشكل وانتم تختارون، ان شاء الله عجبكم. طبعا هذا الطلب وصلني من صفحة دونات بغداد، راح احط لكم الرابط مالتها جوا الفيديو، تقدرون تتواصلون وياهم وتحصلون على هذه الطلبية الحلوة. تمام هسه حتى نسوي الحشوة عندي هنا لحم مثروم وراح انزل طاوة بيها زيت واخليه ينحمس كل زين. بس ينحمس شوية اللحم عندي هنا بصل مثروم وراح انزله بهاي الجهة واحط عليه شوية زيت. وهسه ورا ما مزجتهم راح اضيف عليه البهارات هو بابريكا وملح ثوم بودرة ودارسين وشوية كمون. وامزج كل الزين لحد ما احس طعم البهارات بدا يطلع لانه يبدي ينحمس ويصير طعمه كلش طيب. بس طبعا اخر خطوه راح انزل عليه كرفس، طبعا انا هذا الكرفس اثرمه واجمده واحطه بالمجمده، انتم تقدرون تحطون فريش عادي، وامزجهم كل الزين. هسه شنو ورا ما ارتاحت العجينه وصارت بهذا الشكل، هسه راح اقسمها باقسام متساويه. شوفوا هسه ورا مكورتين وصارن بهذا الشكل، قسمتهم قطع متساويه. هسه عمود نفردهن، عندي هنا قطعه خشبيه وراح احط عليها زيت، وبعدها راح افرد هذه العجينه بالزيت ايش قد ما اقدر بحيث تنفتح على اقصى شيء. هسه ورا ما انفردت بهذا الشكل راح احط شويه شنو حشوه مال اللحم، وبعدها نسوي هاي الجهه هيك وهاي الجهه هيك من هنا، وبعدين نلفها بهذا الشكل. شوفوا شلون صارت بهذا الشكل، وهسه نكرر العمليه على كلهن. هسه شوفوا صارن بهذا الشكل، هسه نقدر نضمهم بالمجمده اذا تحبون ورا فتره طويله يلا تقلوهن، يا اما تقدرون تقلوهم مباشره. هسه شنو عندي طاوه بيها دهن وراح انزل بيها البورك، وهسه خليهن يستوون واشيلهن من الطاوه، وبس تسوي بهذا الشكل راح ارفعها من الدهن. تمام وبالنهايه ورا ما طلعتهم صاروا بهذا الشكل، لا شوفوهم شلونهم. شوفوا راح نجرب نفتح وحده، طبعا ما اقدر اكلها لان صايم. واو قاعد تشوفوها من الداخل شلونها رهيبه. بس هيك هذا البورك صار جاهز، ان شاء الله عجبكم، بالعافيه.